رنا، أنا أول ما شفتك حبيتك، والله العظيم حبيتك وحلمت إني ارتبط بيكي، بس خفت أقولك إن أنا أب وعندي أولاد ترفضي إنك أنت تتجوزيني. رنا والله العظيم تلاتة أنا كنت مطلق من سنين صدقيني، بس ما ينفعش أسيب بناتي وما أخدش بالي منهم، عشان كده كنت بنزل على مصر أشوفهم وأرجع تاني كل شوية. بس لما ماتت أمهم أخدتهم ستهم ومامتهم علشان تربيهم، بس للأسف الست دي مسافرة شهرين على ألمانيا عشان تتعالج. والحل إنهم يجوا يعيشوا معنا هون، ما هيك؟ أنت ما بتعرف قد إيه صعب علي إني يصير مرت أب فجأة لبنتين من جوزي، مدحت أنا مالي ملاك، أنا يمكن أظلمه بدون ما أحس. بعدين الناس، حكي الناس وعيلتي شو بدهم يقولوا علي؟ كنت عم كذب عليهم كل الوقت؟ معرفش، بس أنا مش متصور يعني إنك أنت تهدي كل اللي بنيناه وتدمري حياتنا عشان ظرف طارق مش هيطول أكتر من شهرين. على فكرة أنا بنتي الكبيرة بتدرس في ألمانيا عند خلانا، يعني بنتي الصغيرة بس هي اللي هتيجي، ده طبعا بعد موافقتك وإذنك. يا الله رنا، رنا حبيبتي أنا عارف إنك أنت متضايقة مني، بس صدقيني كان غصب عني، ما كانش قدامي حل تاني. يا رنا أنا ما ينفعش أتخلى عن واجبي، عارفة أنا لو اتخليت عن واجبي أنت تقلقي مني. أيوة، لأني ممكن في يوم من الأيام أتخلى عن واجبي معاكي أو مع ابنك. حبيبتي صدقيني أساساً أنتوا الرجال كلكم هيك، تغلطوا كل غلطة أكبر من التانية، بعدين بتجوا بتقولوا آسفين وعيونكم مليانة حزن وندم، وأول كلمة بتقولوها شو أعمل؟ هذا اللي صار معي، مو طالع بإيدي شيء. نحن طبعاً لازم نقبل بالأمر الواقع. يا ستي بقولك كنت مضطر، وأنا بدي أقبل وأنا مضطر. طلقنا. ايه؟ هطلقك؟ الكلمة دي أنا مش عايز أسمعها منك تاني، أنت فاهمة؟ أنت مراتي وأم ابني وحبيبتي وروحي، ومستحيل أستغنى عنك وأبيع علشانك الدنيا كلها. الكلمة دي ما أسمعهاش منك تاني، فاهمة يا رنا؟ بنتك ما رح تجي تعيش معنا، ومن الليلة أنت بتنام بغرفة وأنا بغرفة. عن إذنك. طب أعمل إيه يا رب بس؟